الإمام الشافعي يقول لا تخضعن لمخلوق على طمع. اوعى تصاحب واحد عشان ده هيساعدك في الشغل ولا ده هيديك قرشين تعيش بيهم. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لا يملك العبد أن يعطيك خردلة إلا بأمر الذي سواك من طين. ما حدش في إيده يدي لحد حاجة يا ابني. ما تضيعش دينك عشان حد. واللي ليك هتاخده. اللي ليك عندنا هتاخده. ما فيش حد هيروح من هنا ونقصه نفس يتنفس. ما فيش حد هيسيب المملكة دي وليه جلابية يلبسها ما خدهاش. ما حدش هيطلع من هنا وليه قرش ما خدوش. كل اللي ليك هتاخده. الله لن يتوفى نفس قبل أن تستكمل رزقها وأجلها وأنفاسها المعدود.